السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد مساكم وقاتكم تابعينا بكل خير. لقاء مع شاعر، وكان هذا اللقاء مع شاعر يتميز بعد الكلمة، ألا وهو الشاعر محمد قيل العنزي. الله يمسيك بالخير أبو نواف. الله يمسيك بالنور، ويا هلا ومرحبا بك يا أبو عبد الله، وأنا سعيد صراحة بهاللقاء معك. والحقيقة أنت دائما اللي يقول من أمسنا، وعسى الله إن شاء الله يحفظك، ودائما سباق في اللي يقول المناسبات والاحتفالات وحضورها وتسجيلها بقناتك الموقرة، وألف ألف شكر لك على الاستضافة. الله يحييك أبو نواف، وحنا لنا الشرف بلقائك. أبو نواف، عرف لنا من هو محمد عقيلي الله يطول. محمد بن عقيلي بن نزال الضوي الجعفري العنزي. ونعم ابو نواف. انا لاني اقول عرفني بنفسك، كل اللي يحب انه يذكر تعريف عن نفسه، عن شخصيته الشعريه لكن كبدايه نتكلم عن بدايه شعرك الله يطول عمرك. متى البدايه كانت لكم الله يطول عمرك؟ والله انا اللي اقول بداياتي كانت اللي اقول يمكن من تقريبا 20 سنة. ما شاء الله. ايوه. طيب تذكر اول قصيدتك وكيف كان يعني الوضع؟ والله انها كان في قصيدة اللي يقول هي اللي حقيقة منها انا بديت. فالقصيدة يقول اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على قدامي الدلة وقدامي إبريق. هذه طبعا أول قصيدة أنا احترفتها وكتبتها، وهي لها مناسبة. طبعا أنا كنت خارج منطقة حايل، وتخبر الواحد يصار خارج المنطقة وخاصة يعني أخذ فترة طويلة شوي يحن ربعه جماعته وكذا. فالحقيقة اللي يقول جاني هاجس البيتين اللي أنا بسمعك إياها الآن وقلتها، وهذه تعتبر أول أبيات لي، لو ما هي طويلة يعني، هي كلها بيتين ولكن أنا أعتبرها أول بداياتي. طيب أسمعها. قلت قدامي الدلة وقدامي بريك، وجدي على اللي من عليهم وجودي، اللي بهم يرتاح صدري من الضيط، ويدلى بهم قلب جفاها الصدودي، يذهبهم شعري بعذب الطواري، هشام عندي والمعزة تزودي. سلام. يا صاحب لسانك، ما شاء الله، بداية موفقة وانت موفق ان شاء الله. ابو نواف، لو بغيت اسالك ماذا يعني لك الشعر الله يطول عمرك؟ والله يا ابو عبد الله الشعر يعني الكثير يعني. الشعر هو ديوان العرب، وهو ثمرة المجالس، والشعر اللي يقول وناسة، ويونس المجلس، ويونس الرجال اللي يجونه، بشرط انه ما يتجاوز الحدود يعني. فالشعر اللي يقول له اللي يقول مكانته، وله اللي يقول زمانه، وله اللي يقول. فالشعر يعني هو انا بالنسبه لي انا حقيقه يعني متعه وناسه، ويونس الرجال اللي مثلك وشرواك بالمجالس. شرواك الطيب. ابو نواف، انت تقول ما يتعدى الحدود، يعني توضح لي المساله هذه. على انه ما يتجاوز يعني، انك مثلا تشير به على احد، تشير به على احد مثلا مسبه ولا شيء ولا كذا، هذا هو يعني قصد انك ما تجاوز يعني. هذا ما تجاوز يعني مدح فوق حد او شيء. لا، المدح غير، انما هي المشكله يعني في اللي يقول بعض الابيات او الشعر مثلا تحس برفيقك او توجعه في بيت مثلا او ما يجوز له، فهذا يعني الحقيقه ما يجوز يعني بالشعر. ما شاء الله. وانت متجنب هذه يا ابو نواف؟ اي والله الحمد لله. ما يقول. طيب نبي نسمع منك كبدايه قصيده من عندك، اختياراتك الله يطول عمرك. والله انا وانا جاي الحين يا ابو بالطريق سويت لي بيتين بنواف حسين الحسيني. الله يجزاه خير. اي والله، اول شيء انت عزيز وغالي. الله يعزك. ودعوتك الحقيقه اللي يقول كريمه عندي. قلت لبيه يا نواف والدعوه كريمه، والسعادة بشوفكم يا ابن الكرام، دعوتك عندي لها شان وقيمة،
والمعزة والقدر عند الحشام، كاسب النوماس مدرك الغنيمة، تجمع رجال أهل الوفا وأهل العلا، جامع التاريخ والنية سليمة، والجهود مباركة والسعي نحو الأمام. الله يجزاه خير، تستاهل يا ابو والله يرفع قدرك. الله يجزاه خير وشكرا لك من القلب حقيقه على ابياتك الطيبه، وهذه هديه افتخر بها. الله يطول عمرك ابو نواف. لو تكلمنا عن الشعر، الشعر في الفصحى، اللغه الفصحى او اللغه العربيه الفصحى، هل يعني انت تجيد هاللغه هذه؟ والله انا صراحه ما حاولت ما عندي محاولات حقيقه باللغه الفصحى. لا والله ما عندي محاولة. طيب لو بغينا نتطرق، احنا كعيال واي اللي دائما يفتخرون قصايد على طرق الدحية، مصنع نسميه، هل عندك من هذه شيء؟ والله يا ابو عبد الله عندي لي ابيات، بس والله ماني حافظا حقيقة. وحنا دائما حنا مناسباتنا، كل ما نسوي مناسبة يتخبر نحضر لنا بيت بيتين ثلاث بيوت على وزن الدحية، ولكن بالوقت الحاضر الان والله ما عندي، ما يحضرني حقيقه، وانا ما حضرته. الله يطول عمرك. ولا اللي يقول لي كم يعني مشاركه في ابيات الدحيه، بس ما والله ما تحضرني الان. المحاوره تلعب محاوره ابو نواف ولا لا؟ والله المحاوره ما كلها نظم قصيدة. كلها نظم. اي والله ما شاء الله. ايوه. طيب قصيده تحس انك تفتخر بها قلتها ولا زلت انت تمتع بها ودك تلقيها بكل محل، ونبي نسمعها متابعينا الاعزاء يا ابو نواف كان عندك، واكيد عندك. الله يطول عمرك. والله يا ابو هي الحقيقه انت عارف الانسان دائما يعتز بربعه ونخيه وقبيلته. صح. وهذه اللي يقول يعني من صفات يعني الشخص، فانا دائما يعني الويلان عندي لهم، اللي يقول نعم من أيوة. يعتز بنفسه وهذا من يعتز ويحق له اي واحد أيوة. يعتز بربعه. فانا قلت ابيات على هذا المنوال، قلت صفحة الويلان خذ منها الدروس، الحمية واسطر بعروقها، جابت الجزلات وفازت بالكؤوس، وجمع الأصايل روحت بسبوقها، وحازت التيجان بأيام العبوس، والثمينة والسمينة فوقها، كل شي بالمواقع ومحسوس، شوف عينك لو تسيل موقها، لو تعظه بالنواجد والضروس، المراجل عاشقه معشوقها، ومن لبس للشر مع حقده لبوس، الأياد نحطها بحلوقها، وكل روس تعتلي فوقه ندوس، ونطلع المطلاع ونرقى فوقها، من زمان الزير مع حرب البسوس، ومعركة ذي غار شفت بروقها، من الطناخة عندنا دحة ونهوس، باعتزاز أفعالنا وملحوقها، وللقبايل عندنا خف النفوس، والقدر والطيب لاجل حقوقها. سلامتك يا ابو صح لسانك ولا يهنون القبايل الثانيه. والله ان شاء الله ابو نواف زود كلهم اللي يقول اخذ حقه يعني. وذي قار في كلمه حول ذي قار، والله دحتنا يعني زمان. هي ما غير اللي يقول دحها وما دحها، انا والله اللي يقول ما يحضرني الان عليها يعني شيء من ناحيه الدحه وما الدحه، ابيات الدحه بالذات ما يحضرني والله شيء عليها يا ابو عبد الله. لا عن قصه ذي قار و انا والله اني ما إيه؟ عندي يعني ما عندي إيه؟ اللي يقول تحضير لها الان ولا اللي اي والله يطول عمرك. اعتذر يعني اني ما ود الواحد انت إيه يتكلم في شيء وانا ماني حافظه وما عندي عليها ادله ولا شيء. الله يعافيك. ولا اللي يقول هذه معركه مشهوره، وكل اللي يقول قبيله عنزه اللي يقول تعتزي فيها وشرف يعني ما هي. طيب ابو نواف لو جينا للهجيني، لك له عندك شيء الهجيني؟ والله يا ابو عبد الله الهجيني لي ابيات، بس اني ماني محضرها الان يعني ما هن موجودات عندي. طيب نجعل لك الخيار الحين الله يطول عمرك بصيده بردها لنا مشان متابعينا يستمتعون بهاللقاء الجميل. انا والله يا ابو عبد الله سعيد الحقيقه بهاللقاء. الله يطول عمرك وعنا كذلك الله يعافيك. فانا والله بختار لك يعني دائما الناس يعني يقولون فلان لحق وليه ما هذا وكذا من على هالمنوال. الحقيقة أنا يعني ترجمت هالأبيات على أنه يقول أقول فيها يا كثر ما قالوا ترى فلان لحق، وحبل الوصل لفلان لا تقطعونه،
نعمين يا من لسمينه يعلق وبيته مشرع ما ضرى للمهونة يضحك إحجاجة للنشامة ويشفق وحمله على ثقله متونه تشيله وحمله على ثقله تشيله متونه هذه حقيقة ما بها زيف مطلق عصم الشوارف في محل يجونه ولا شان وقته واصبح الحال من دق قاموا عليه بغيهم يشعبونه اللي على النمة تشفى وتملق أهل المصالح جنبوا ما يجونه عقب المعزة والغلا صار به طق ولا عاد هو منهم ولا هم يبونه أهل النميمة والحسد دقهم دق وبو جهل في قيهم يلحقونه. الله اي والله خلي يلحقون ابو جهل. ابو نواف الله يسعدك، احنا كلي فخر انك تواجد معي واصير بجنبك في التصوير. الله يطول، الله يطول عمرك وانا سعيد والله. وعلى القناه الموضوع يعني لقاء مع شاعر، وانا لي الفخر ان تكون احد برنامجي معك. الله يطول عمرك. شرفت والله يا ابو عبد الله. اتكلم على القصيد، لابد الواحد ماله يعني في البر، يعني ممكن ان كان عندك في البر قصيده بالربيع بالطلعات، شوف ان كان عندك الله يطول عمرك. والله فيها ابيات اللي هي يقول المشكله من كثرهن الواحد ان ما اي ما شاء الله اي والله ما شاء الله يا ابو نواف. طبعا معنا الشاعر محمد عقيلي العنزي ابو نواف من سكان حايل بالوقت الحاضر، وانا اللي يشرف اني اخذ معه اللقاء من منزلي بمدينه حايل، ويسعدني حقيقه بحضوره هذا كما يسعدوني او يسعدوني الشعر القبل واللي بيجون ان شاء الله، لان هذا برنامج تونا مبتدئين به، فاحنا نحيي بكل من يشاهدنا وله رغبه احنا بمدينه حايل ان يسجل معنا، فانا كل لي الشرف والتقدير اني استضيفه في قناتي لقاء مع شاعر. تفضل. بيض الله وجهك طول الله عمرك وعسى الله ان يقول يوفقك يا ابو عبد الله. يقول الجوزان وللوناسه تولم. الجوزان وللوناسة تولم دام الفضا واسع ولنفوسنا مريح سجل قدم قبل الجسم لا يتألم وتبقى على فراشك سوات المطاريح ولحد يجيك ولا بها من يسلم هذا الصحيح وللعواريف توضيح وسلم على سالم وبلغ مسلم ياخذ معه للدرب وجيه المفاليح القطع الفيافي ضارية ما تعلم خوة نشامة توسع الصدر وتريح دام الحياة نعيشها ونتكلم ننسى الهموم وجعلابها بفتقريه. الله الله صح لسانك ابو نواف. اي والله الواحد يبغى يطلع ياخذ الناس. اي والله اي والله ياخذ ناس حشرين له هذا خرب عليهم. ما شاء الله الله يوفقك ابو نواف. اذا بغينا نطلع للنصح والارشادات يوجد عندك ابو نواف من هذا الشيء من قصيد النصح من التوجيه تخبر المواعظه واي شيء يطلع عليك وموجود عندك ودنا نسمعه. يقول يا مشغل بالك بوش قالوا الناس حقيقة هذه هي اللي يعني النصيحة يعني اللي قدمناها يا مشغل بالك بوش قالوا الناس بوش قالوا الناس الله ما المطلع مبين يعني ما شاء أيوة. الله وبيجي بعدها البيات الأطيب إن شاء الله إن شاء الله الله يطول عمرك واللي يقول إن شاء الله أننا نلقاها لك بس المشكلة أنا يا أبو عبد الله عندي الحفظ صفر لا ما شاء الله ما دام الجوال موجود هذا يحفظونه هو اللي خربنا الحقيقه الجوال هذا هو اللي خربنا وانا ما يعني المفروض اني منسق قبل اللقاء لكن انا برتب الاسئله هذه ابو نواف اي والله انا والله تفاجات الحقيقه بس لان المفروض اني منسقين قبل كذا لكن احنا طوالي نطلب ويدور بالجوال اي والله فهذه الحقيقه هي اللي انا ما حسبنا حسابها على ان نجهزها يعني فاقول يا مشغل با يا شلون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على يا مشغل بالك بوش قالوا الناس خلك من اللي قيل واترك غثاهم الله خلق بلادمي قلب واحساس ما هو على كيفه يجي في هواهم القلب يبغض كل حاسد وبلاس ولا يطاوع الجهال ويمشي وراهم واللي يبي يشرح على معاتب الناس
يموت ما حقق مناه ورضاهم. صحيح. سلامتك. وانسان وانسان. اي والله اللي بيركضون الناس معه. اي والله. رضاء الناس غاية لا تدرك. لا تدرك، مستحيل أحد يعني يدرك. أبو نواف دائما الشعار له مواقف. أبيك تكلمني عن موقف وعليه قصيدة وتذكر لنا والمتابعين ومشاهدينا الأعزاء. والله يا أبو عبد الله أنا ما في يعني الحمد لله المواقف كلها لله الحمد، ما حصل لي يعني موقف محرج مرة مرة. مو الحرب كيفك أي موقف يعني إحنا ننتظر على أي موقف. فأنا اللي يقول أختار لك، وحقيقة هذه الأبيات برضو يعني عزيزة عندي، أنا كانت فيه الوالد الله يرحمه الله يغفر له المسلمين، في له صورة عندي وأنت عارف أبوي الله يغفر له ويرحمه ويرحم أمته المسلمين آمين. دائما بالذاكرة ودائما موجود بالقلب ودائما ب إيه، فحنا أنا حاط له صورة ودائما كل ما أشوفه ترحم عليه وكذا، فحقيقة يعني طرأ على هاجسي أبيات إني أناجه الصورة وأتذكر فيها وأن ترحم عليه وعلى اللي يقول أموات أمته المسلمين جميعا. فقلت أنا يا أبوي ما قصرت والله ما فات، رغم الظروف القاسية والعسيرة من أجل ننعم بالفرح والمسرات، رقيت للكايد بعرف وبصيرة وربيتنا وعلمتنا للجزيلات، ما والله أنسى من غمرنا بخيره، مرحوم يا من له على النفس بصمات، مرحوم يا من له على النفس بصمات، واليوم من حقك علينا نثيرة، أخذت كل الأوسمة والعلامات بطيب وصخة وشرفتنا بالمسيرة، عندي لك الصورة تعبر عن الذات وقدامها الذكرى القلبي أسيرة، عندي لك الصورة تعبر عن الذات وقدامها الذكرى القلبي أسيرة، ندعي لك الله في جميع الصلوات عساك للجنة وتنعم بخيرة، والقبر يفرش لك ورود كثيرات والفل والريحان يشفع عبيرة. سلامتك. صح لسانك. يرحم ويرحم أمواتنا المسلمين. وهذه يا أخوان هذه يحق لكل واحد يفتخر بوالده، يحقنا هنا مو أبو نواف بيض الوجه أثارنا للنقطة هذه، حنا نقول الوالدين برضه أن نوصي من هذا البرنامج ومتابعينا ومشاهدينا برم آبائكم اجعلهم عليهم مدى محيا، ولو ماتوا تبقى الذكريات ندعو لهم بالرحمة، الله يكسبنا بره أول أدو صالح ندعو له، الله يكسبنا بره الله أمين الله أمين. أبو نواف لو بغينا نطلع أقول أنت شاعر، هل أنت تجيد الحفظ من الشعراء الثانيين أو قصائد أنت تحفظها للشعراء الثانيين؟ والله ما في يعني ما فيه الحقيقة، اللي يقول لك أنا عندي الحفظ مرة زيرو. إي والله يعني على مستوى بيت شاطر ممكن يطري لك يعني على طيب أبو نواف يعني كالقصيد أنت على مواقف قصيدك وتستشير بها أحد يعني ولا من عندك خلاص أنت مقتنع باللي أنت تقوله؟ والله أنا دائما اللي يقول قصايدي هي وجدانية ولية وعلى مواقفي اللي أنا اللي يقول أتأثر منها أو أحسها أو أشاهدها على حسب يعني هذا أنا أبني أبياتي. طيب أبو نواف وأنا فعلا يعني أنا بالعكس في الله في أنا أشاور حتى بقصيدة، القصيدة ما هو دائما الواحد يبي اللي يقول أنا والله قصيدتي هذه فيها كذا ولا تصلح ولا ما تصلح، فكل يعني ما هو عاد كلنا اللي أنا نستشير فيها، أنت دائما تستشير بالقصيدة اللي أنت تحس أنها يعني تصل أكبر عدد من الناس، وبنفس الوقت أنت للرجل اللي مرسلها لها القصيدة والأبيات أنها تكون في مقامه وتليق في محل، فهذه القصيدة اللي أنت تشاور فيها. أبو نواف الشعار دائما لا بد يكون عندهم من الغزل، قصايد الغزل يسمونها. إيه. إيه ودنا نسمع الله يطول عمرك أكيد جعبتك واجب ما شاء الله. أنا والله الغزل ما أجيده كثير، ولكن هي هالقصيدة هذه وترى ما غيرها يا أبو عبد الله. لا عارف تسلمي. عارف إن قلبك خبر أبو نواف لكن عاد سمعنا الله يطول عمرك وعمرك الله يطول عمرك. وأبشر طال عمرك فيها أبيات قلتها على وزن الغزل. قلت من شفتها والقلب ما هو مرتاح،
والله يلوم لي القلب يلومي، العنق عنق الريم والخد تفاح، والزول عود الموز من الخصر يومي. العنق عنق الريم والخد تفاح، والزول عود الموز من الخصر يومي، ونسنس أبو بطيب بالمسك فواه، وذوايب شقر على متنتومي. وبيض الثنايا يبتسم تقر مصباح، وانسلهمت بالعين تلسلس هومي. أنا دخيل العين والحب ذباح، ومن الجمال أصبحت فيهم حكومة. الله يعطيك العافية، صح لسانك أبو نواف. قبل الختام ودنا قصيدة لكن تختارها لجمهورنا، الله يطول عمرك ومتابعينا الأعزاء. والله الجمهور يستاهل، واللي يقول وانت تستاهل. تستاهل العافية. أنا قبل هذه فيه أبيات مساجلة بيني وبين الشاعر، أمسيه من هذا المنبر بالخير الشاعر الكبير فهد رشيد الشمري. ونعم ونعم. إيه والله أبو فراس، كان بيني وبينه مساجلات وردود بيوت، وأنا اخترت لك الحقيقة منها هالأبيات. إيه والله، هو كان اللي يقول بسفرة، وهو هذا جار لي وعزيز، ودائما اللي يقول فاتح بابه، وعسى الله اللي يقول يوفقه ويستر عليه، ودائما اللي يقول شاب مضوه، ودائما يعزم على قهوته، ودائما بابه مفتوح، وعسى الله يوفقه ان شاء الله. ونعم ونعم. ايوه الحقيقه يوم انه غاب له كم يوم كذا فقدته شوي، وسويت له الابيات ورد علي مثلها، ولكن رده كان اجمل من ردي له. ما شاء الله تواضع منك. ايوه انا قلت له يا صاحبي طول علينا غيابك، ولا عاد نسلب الوناسة بلياك، يا أبو فراس الإنس حضرت جنابك، والطيب فعلك والجميلة محياك، أروح وارجع والنظر لم بابك، باب المعزة والفخر لا عاد مناك، يا مرحبا وهلين ومية هلابك، وتكمل وناستنا مثلك وشرواك. الله نبي رده، شي يقول أبو فراس؟ رده يقول أبو فراس: هلا هلا بالوايلي يا هلابك، يا المحزم اللي لا زهمنا لقيناك، الحظ يوم انه تجمل وجابك، حظي كريم ويشبه النسيجاياك، كريم من يومك وسيد شبابك، انت المسكت لو نعدد مزاياك، بابي خذا طبعه من طباع بابك، ويمنائي ما تقوى على بذل يمناك. صح لسانك يا ابو فراس، بيض الله وجهك والله لا يهينك. صح لسانك ابو نواف، لسان ابو فراس، ونشكرك على المساجله. كان هذا اللقاء، الله يطول عمركم متابعينا الاعزاء. تفضل عندك كلمه. تفضل. اول شيء في مجال وانا اشكرك، وفي عندي ابيات بالخوه. يا سلام، نسمع قبل اذا الكتاب. عندك مجال يعني اقول الخوه اللي ما تجي صدق واحساس، تنعاف من خوة ودور بدلها، خوة قليل العرف تعمي وينحاس، فكرك وضغطك يرتفع من وشلها، عليك في خوة بعيدين الأرماس. شرواك الطيب. عليك في خوة بعيدين الأرماس، اللي مع الفرجة بعيد زملها، أهل الوفا والطيب ساس على ساس، متقاسمين الطيب وفعل شملها، خوة نشامة تشرح الصدر نوماس، تغنيك عن بعض المجالس وهلها. الله سلام. الله صح لسانك. ختام المسكة احنا نقول في نهاية الكلمة مع الشاعر محمد أقيل الأنزي أبو نواف، إن كان لك كلمة ختامية نحب أن تكون الختام يمك، الله يطول عمرك. والله أنا اللي يقول ودي أختم لك هاللقاء الجميل شيلة، وهذا هو المطلوب. إي والله ختامها مسك على ختامها مسك، وعسى الله يحفظك. وانت اللي يقول شرفتنا الحقيقة بهاللقاء، وعسى الله يحفظك يا أبو عبد الله. يقول ما يزين الكيف دون هيل وبنه زعفران، ما يزين الكيف دون هيل وبنه زعفران، والقصيد بغير معنى مثلها ما يستوي، والثنين اللي انقصت من عشرته صارت ثمان، والمقارن معقرينه بالمقارن الخوي،
والحكم بالعقل لا لا بالعواطف من زمان، والحكيم اللي يميز حكمة علم قوي، والحكيم اللي يميز حكمة علم قوي. سلامتك يا ابو عبد الله. صح لسانك، صح عبدناك، الله يوفقك وخاتم موفقة. شكرا لكم متابعينا الاعزاء، كان هذا اللقاء. شكر موصول لجميع متابعينك والمشاهدين، وناسف اللي يقول على ان طولنا عليهم، والمعذرة اذا قصرنا بشيء. والف شكر لك ولجمهورك وللمشاهدين. شكرا لك، تحياتي لكم جميعا.